ما زالت تتواصل الفعاليات القافلة التوعوية التي أطلقها الاتحاد العام للنساء المسلمات فرع تشاد في 9 مايو الحالي تحت عنوان أهمية تعليم البنات. وفي هذا السياق شهد مقر بلدية الدائرة الثالثة لقاء جمع أعضاء الاتحاد ونساء الدائرة بحضور عمدة الدائرة الثالثة. تقرير محمد حسن أدم. بعد الدائرتين الأولى والثانية فقد حطت القافلة التوعوية النسائية رحالها بالدائرة الثالثة، وذلك لنفس الغرض وهو توعية سكان دوائر العاصمة أنجمينة على الاهتمام بتعليم الفتيات، حيث تخللت المناسبة عدة مداخلات من قبل أعضاء الاتحاد النساء الإسلامي العالمي فرع تشاد، وتمحورت حول أهمية نجاح تعليم البنات لضمان التنمية المستدامة بالبلاد، وكذا حث أولياء الأمور على مراقبة الأبناء لا سيما الاستخدام الأمثل لمواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في البحث العلمي وغير ذلك من الخدمات المعلوماتية الهادفة. وعمدة الدائرة الثالثة سامي ميشو ميشيل شكر الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي على القيام بهذه البادرة الطيبة. الأمين العام للاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد من ناهيتها دأت الأمهات وبناتهن على الاهتمام بالتعليم ومواصلة الدراسة لبلوغ الأهداف المنشودة، وهي المشاركة بجانب الرجل في بناء الوطن والرقي والازدهار. البنات القراية دي تنفعكم، أقروا قراية الإيكول وأقروا قراية الدين، وعندكم فرصة كثير، عندكم شغل كتير. اليوم ده الدنيا ذاتك الرفاهية بقت أكتر من زمان، التليفونات بيجي بسهلا، التيلات اسمه فوق اسمه الخير من التيلات اسمه الخير من الانترنت. ونشير إلى أن فعاليات هذه القافلة التوعوية ستستمر حتى 20 مايو الجاري.